يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، صلاة النبي أحسن. برضو ده التاني ده يا جماعة على البركة، يعني هو ده ما واكل شوية يعني، مليان شوية ده، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهاردة إن شاء الله ربع يوم العيد، جينا على الدور نجرب كده نشوف الدنيا فيها إيه. طبعا وأنا جاي في الطريق قابلت حمدي العربي والأستاذ ميسرة، تحياتي ليكم يا جماعة، أنا بنسلم عليكم. ده أول استفتاح يا شباب، الصلاة على النبي يعني، بس برضه للأسف ده كار أحمر، والذكورة الحمراء الأيام دي طالعة من تكاثر فمش حلوة، لأن الذكر في الأيام دي بيكون لسه ملقح البيض بتاع النتاية، فبيبقى مصفط لسه بادئ بقى يرعى، فما بيبقاش حلو يعني في الايام دي. بس الحمد لله هو رزق من عند ربنا، لان حجمه كويس برضو الحمد لله يعني، فمش هنرميه بصراحه يعني، ولكن ايه يعني احتمال نقعد شويه، نسيب الدور شويه كده لحد اما ايه ربنا يسهل علينا يعني، يكون الذكر بدا يعلف والنتايه بدات تاكل ونيجي بعد كده. تحياتي لكم جميعا، ده ان شاء الله اول حاجه في الفيديو، وان شاء الله ما تكونش اخر حاجه يعني. لو الفيديو لقيته اكتر من دقيقه تعرف ان احنا ربنا يكرمنا بسمك تاني، لو ما كانش يبقى دي تحياتي ليكم، بس ان ايه نحس ان انا متواجد معاكم ونعيد عليكم. صلاه النبي ده خلينا كف ابيض اهو، بنمسي عليك يا حمدي عربي، احلى مسا عليك ان شاء الله. بعد الكف ده كده ان شاء الله هنحاول نصور ايه مباشر باذن الله يا كريم يا رب. خليكم معانا شباب ان شاء الله فيديو حلو. اهو واحده زي دي مثلا هناخدوها يعني فيها ايه نرموها، واللي تنفع تتاكل ناخدوها. خليكم معانا يا شباب. طبعا الجماعه اللي احنا قاعدين عندهم النهارده اهوت بيغسلوا غله. اه والله اني انا بقى يا كريم يا رب، صلاه النبي. امسك حوض صوت حلو برضو الحجاري، الحجم ده كده زي العسل، احسن من الذكر الكبير اللي احنا خدناه. بس حوض اوقف دي هتترمي صغيرة، اه واحدة تترمي واحدة تتاخد، بنسلوا نفسنا وبنعمله الايه الاكله بتاعتنا. طبعا انا مش عايز ننسى الراجل الطيب اللي بيصورني استاذ محمود رجاء، بنشكره على مجهوداته معايا، ومعايا غمزه اهيت انا هنصورها بقى ان شاء الله يا مساهق. برضو دي يعني معقوله ايه هناخدوها شكلنا كده، خليكم معانا شباب. دي كده واكلة عايم يا جماعة، دي كده واكلة على العايم، واكلة على العايم على البركة. برضو ايه احجام ممتازة يعني، بالنسبة لي انا ممتازة الاحجام دي، خليكم معايا شباب. رامي شبك، لا مشترك بيه الشيف مرحبين.
تعرف يعني انه اشترى؟ ايوه اسم الجيميل بتاعه. ما هذا؟ ما هذا؟ انها الاستاكوزا. والله حمدي ماشي الحال اهو، والله الدنيا حلوه هي الحمد لله رب العالمين، بس برضو يعني هي لسه شويه يا جماعه. تهيألي الغله كده مش هتدق غير لما تبقى بعد شهر، لان ديت يعني حته واحده بس، احنا المفروض عايزين في الطلعه 10 حتت من دول ولا حاجه عشان نقول الدنيا حلوه يعني. بص شباب، في ناس بتسال انت المفروض الحبايه تبقى على الارض ولا الحبايه المفروض تبقى عايمه؟ اوقات بيحتم عليك الدور المكان اللي انت فيه ان الحبايتين يبقوا على الارض، واوقات بيحتم عليك ان هي تبقى عايمه. ولذلك احنا دايما اغلبيه صيادين الغله بيكون معاهم سنارتين عودين يعني، فلازم تجرب كده وتجرب كده. مثلا انا كده الغمازه اهوت زي ما انتم شايفين الوش عالي دي كده، انا هخليها على الايه؟ على الارض. هنعرف ازاي ان هي على الارض؟ غطي يا محمود الفله. الفله عايمه، الفله نايمه اهي كده، انا متاكد ان الحبيتين ايه؟ على الارض. تمام، هنصبر عليها شويه هنشوف سمكتها عامله ايه. كده هي بدات تاخد نقره صغيره، لقيت سمكتها كبيره يبقى العيار ده كويس وهنشتغل عليه، لقيت سمكتها صغيره هنسيبها تاني هنرمي كمان رميه هي من على الايه؟ عايمه، والحبايات كده على الارض اهي كده مثلا اهي. انا كده متاكد ان هي ايه؟ سمكه صغيره وقعت اهي. يلا الله يسهل. تمام، خليك معايا كده يا محمود. طب انا هنقصر كده اهو، كده الحبايتين عايمين، الغماز واقف اهو. هات يا محمود الغماز. حاضر. الغماز واقف اهو، يبقى كده السمكه اللي هتاكل هتاكل والايه؟ والحبايتين عايمين. طبعا هتصبر عليها ان هي هتنقر فيها لحد ما تملكها في حنكها، وبعد كده هتيجي ايه؟ نازله بيها. معلش لو طولت عليكم، بس عشان ايه؟ الموضوع ده مهم خالص. هي كده بتنقر فيها هي، بس لسه ما كلتهاش. كده خلتها. كده ملكتها في حنكها وايه؟ ونزلت. تمام يا شباب؟ خليكم معايا اللي جاي احسن ان شاء الله. كمان واحده حوده، يلا خش انا كده في قلب الضوء والحبايتين ايه؟ عايمين. طبعا الحبايتين لما بيبقوا عايمين وفي قلب الضوء فوق المرايه بتعبط السمكه الكبيره. تمام، اديك الحمد لله كده شفتوا ايه؟ الحبايتين نايمين والحبايتين ايه؟ مش نايمين. ماشي يا حوده؟ ماشي اهي 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 ماشي. يلا واكله وافتجري. ما يكفي حنك يعني، على البركه حلوه بالنسبه لي. هنخليه، خليكم معانا يا شباب. يا جماعه وانا ايه؟ يا جماعه هم على البركه يعني غسلوا الغله بتاعتهم اهي، ومعايا الباشا محمود اهو. فانا ان شاء الله هنجرب كده، لو ما كانش هنرمي شويه غله طبعا عشان انا ايه؟ مسهر النهارده يعني. بس هنقعد لي الاول ربع ساعه كده ولا نص ساعه قبل الشمس ما تغرب على الوضع ده. اول استفتاحة بعد غسل الغلة. بعد غسل الغلة، والله العظيم وشك حلو الحمد لله يا رب. ده شباب اهو الحمد لله رب العالمين، رزق النهارده يعني رزق 3 ساعات باذن الله ومشيته. طبعا نصيب الاخ محمود الرزق ده المصور بتاعي. يلا ما تنساش بقى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك، ولو اول مره تشوفونا تشتركوا عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف هنا وشفا حوده، الف هنا وشفا. يلا ماشي، مع السلامه شباب.